ليلة لرأسها، وليلة رأس سنواتهم بعدها بثلاث ليال. ليلة الرابع من يناير، الليلة التي اجتمعت فيها ثلاثة ألوان: شمس الغد، ظلمة الليل، وابتسامة قمر في السماء. كان ذلك قبل أزمان، شعاع النهار ليلتها استبق الموعد، وكأني به البشرى، المستقبل والسرمدية التي لا تعترف بالنهايات. السواد الحالك كان ترميزاً لألم، لظلم، لأزمات توسطها عرجون لحق، لأمل يكتمل وينقص، إلا أنه لم يختف أبداً، وكأني به القائل: أنا دوما هنا. الكينونة في حجرة، والحجرة الآن وطن. هو واثنى عشر رجلا، بعد حين صار المجموع 13 منطقة في المملكة التي تأسس بها. الرابع من يناير من العام 27 بعد 900 ألف تأسس الاتحاد. 89 عاما وما زالت ابتسامة الميلاد، وكأنها تسمع للتو أول صرخة للمولود. الابن البكر، البار، الرضيع، الصبور، الذي ظل على فطرته التي جاءنا بها، ذات السحنة، الملامح لم تتغير قط، السجية نفسها. اتحاد عايش الفقر المدقع والغنى الفاحش بذات النبرة، نبرة العز والتواضع والعفاف الثري. الصوت ذاته بالغ وبليغ من يومه الأول، لم يشهد انخفاضا لغيره ولا ارتفاعا فيما بينه وبينه. 89 عاما لذهب لا يصدأ، لنمر لا يشيب، لليل ونهار اجتمعا في سماء اسمها الاتحاد. إنه الاتحاد، يا ساس، الأصل والفصل، الحسب والنسب، العوائل والقبائل، البدو والحضر، البيت الشعبي والقصر، اللهجة البيضاء. ترى فيه الطفل يمشي بخيلاء شيخ شهد ألف نصر ونصر، وتشاهد فيه كهلا يقفز وكأنه طفل. في كل رابعة ليناير يجتمع شعبه، يوقدون شمعة الرقم واحد، لكل ذات النصيب من كعكة الفرح بميلاده، ثم ينصرفون منه إليه. وعلى غير العادة تبقى الشمعة مشتعلة وستظل بعد أن دانت لها رياح الزمن. بس أبكي. إيه ده؟ كده الاتحاد يا دين النبي.